بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هعمل معاكو الوردة بتاعت سان فلاور، وردة عباد الشمس. هي ممكن تتعمل من طبقة واحدة او من طبقتين، هوريكو الطريقة. هي سهلة جدا، وهنحتاج معانا خيط للفرع، ممكن خيط تخين او خيط رفيع. فهنا انا جبت اليز كلاسيك بركة، ممكن اليز ديفا لو حد عايز يستعمل يعني خيط رفيع. بالنسبة للخيط الأصفر جبت هيمالايا افري داي سوبر لوكس، ودي الدرجة بتاعته بينك. هنا جبت خيط بني برضو ليز ديفا بلس. هحتاج ابرة تنظيف، هحتاج ولاعة، ابرة مقاس 3.5، وماركر ومقص. هحتاج طبعا مسدس شمع، وهحتاج ساق معدن او خشب اللي موجود. تابعوني في الفيديو. اول حاجة هعملها في الوردة هعمل الدايرة اللي في النص. فالدايرة البني ديت هي عبارة عن تزايد الدايرة العادي. احنا هنبدأ بست غرز حشو، هنعمل التزايد اللي احنا بنعمله، وهنعمل نفس القطع هنعمل منها الأخضر. هنبدأ بدايرة سحرية، هناخد فيها سلسلة هنرتفع سلسلة، هناخد جوه الدايرة ست غرز حشو. 1 2 3 4 5 6. هنقفل الحلقة السحرية، وهنيجي في أول غرزة هنعمل تزايد غرزتين في كل غرزة. أول غرزة حشو وهنعلمها بماركر. في نفس الغرزة هناخد غرزة حشو كمان، ادي 2 3 4. في كل غرزة هنعمل غرزتين، 5 6. هنكمل السطر على غرزتين حشو في كل غرزة لغاية ما يبقى معانا في اخر السطر 12 غرزة. وصلنا لاخر السطر، عملت 12 غرزة تزايد في كل غرزة. هنيجي هنا في السطر الجديد، هناخد غرزة حشو ونعلمها. الغرزة اللي بعدها هتبقى تزايد حشو، وبعدين الغرزة اللي بعدها تزايد حشو، تزايد لآخر السطر. كان معانا 12 غرزة، هيبقى معانا 18 غرزة حشو. نكمل السطر ونرجع. وصلنا للماركر، هناخد 2 حشو تزايد لآخر السطر. ادي اول غرزة ونعلمها، تاني غرزة حشو، الغرزة اللي بعدها هيبقى 2 حشو بغرزة واحدة تزايد. بعد كده حشو حشو تزايد لآخر السطر. كان معانا 18، السطر الجديد هيبقى معانا 24 غرزة حشو. خلصنا 24 غرزة، نشيل الماركر وهناخد غرزة حشو ونعلمها. هناخد 3 حشو، ادي 1 2 3 حشو تزايد لآخر السطر، 2 حشو في غرزة واحدة. وبعدين 1 2 3 حشو وتزايد. في آخر السطر الخامس هيبقى معانا 30 غرزة حشو. نكمل السطر ونرجع. وصلنا لآخر السطر، معانا 30 غرزة حشو. هناخد غرزة حشو
ونحط الماركر. السطر الجديد هناخد 4 حشو تزايد، ادي 1 2 3 4 وتزايد، بعدين 1 2 3 4 وتزايد لآخر السطر. يبقى معانا 36 غرزة في نهاية السطر، يبقى معانا 36 غرزة حشو. معانا في آخر السطر 36 غرزة حشو. هنيجي السطر اللي بعديه هيبقى سطر ثبات على 36 غرزة حشو، فوق غرزة كل غرزة حشو هناخد غرزة حشو لآخر السطر، يبقى معانا 36 غرزة حشو. نكمل 36 غرزة ونرجع. وصلنا لآخر السطر، هنشيل الماركر، هناخد غرزة مكانه غرزة منزلقة وناخد سلسلة ونقص الخيط. هنيجي نعمل زي القطعة دي بالظبط، هنعمل قطعة برضو 36، ستة لغاية ما نوصل ل 36 غرزة بس باللون الأخضر. هنيجي هنا نحط القطعتين دول على بعض، هنيجي ندخل هنا، طبعا ده الظهر بتاع القطعة في الظهر بتاع القطعة. هنيجي هنا في الغرزة اللي احنا قفلناها بمنزلقة، هنقفل، هندخل هنا وهندخل هنا، وهناخد الخيط الأصفر، هنحاول نداري الخيوط دي جوه بين القطعتين، هنرتفع 2 سلسلة ده بمثابة اول نص عمود في نفس المكان في نفس الغرزة اللي احنا داخلين فيها، هناخد عمود بلفة، هنلف لفتين على الإبرة، وفي نفس الغرزة هناخد عمود بلفتين. هناخد 3 سلسلة، هنعمل غرزة بيكو، وهنيجي في الحرفين بتوع الغرزة هندخل ناخد منزلقة، هنلف لفتين على الإبرة. احنا دخلنا في الغرزة دي، الغرزة اللي بعدها اهي، هنفتح كده ونشوف الغرزة اللي بعدها. طبعا الخيوط دي كلها تدخل جوه الاول، هندخل في الغرزة اللي بعدها وناخد عمود بلفتين في نفس المكان، هناخد عمود بلف، يبقى أنا طلعت ب2 سلسلة، عمود بلفة، عمود بلفتين، وبعدين غرزة بيكو، ورحت الغرزة اللي بعدها أخدت عمود بلفتين وعمود بلفة، هاخد 2 سلسلة، هروح للغرزة اللي بعدها من قدام اهي ومن ورا، أخد الاتنين مع بعض في غرزة منزلقة، تمام. هروح للغرزة اللي بعدها، واخد منزلقة، وبعدين 2 سلسلة، هلف لفة على الإبرة في نفس المكان، هاخد عمود بلفة، هلف لفتين في نفس المكان، اخد عمود بلفتين، غرزة بيكو 3 سلسلة منزلقة، هاخد لفتين واروح للغرزة اللي بعدها، ادي مكان الغرزة من قدام وده مكان الغرزة من ورا،
هاخد عمود بلفتين والف لفة على الإبرة، وفي نفس المكان ادخل اخد عمود بلفة، وبعدين 2 سلسلة، هروح للغرزة اللي بعدها اخد منزلقة، الغرزة اللي بعدها انا هوسعهم شوية، كان المفروض ان انا في نفس الغرزة بس انا عشان هعمل طبقة تانية، هاخد 2 سلسلة وفي نفس المكان عمود بلفة، يبقى البتل عبارة عن 2 سلسلة بمثابة نص عمود، وبعدين برتفع بعمود، وبعدين عمود بلفتين، غرزة بيكو، اقفلها بمنزلقة، وبعدين اخد لفتين واروح للغرزة اللي بعدها، اخد عمود بلفتين، وعمود بلفة، واتنين سلسلة، واروح للغرزة اللي بعدها اخد منزلقة، وهكذا. يبقى انا عندي عملت البتلات، البتل عبارة عن نص عمود، عمود بلفة، عمود بلفتين، غرزة بيكو، عمود بلفتين، عمود بلفة، نص عمود، في الغرزة اللي بعدها بقفل بمنزلقة، وبعدين بتنقل للغرزة اللي بعدها وبعمل البتلة الجديدة. نخلص البتلات كلهم لغاية ما نوصل لجزء هنا نسيبه مفتوح علشان هنحشي. هاجي هنا قبل ما اقفل اخر بتلتين، هاجي احشي فايبر، بعد ما حشيت هرتفع 2 سلسلة، وهاجي في اخر جزء هاخد عمود بلفة، وبعدين عمود بلفتين، وبعدين هرتفع 3 سلسلة، هقفل غرزة البيكو بمنزلقة، هاخد لفتين، هروح للغرزة اللي قبل الأخيرة، هاخد عمود بلفتين، وبعدين عمود بلفة، 2 سلسلة، وادخل في اخر غرزة اعمل منزلقة، واقفل في الغرزة اللي جنبها كمان منزلقة، هاخد غرزة للتأميم، وهقص الخيط، طيب لو انا عايزة الوردة تبقى طبقتين، بعد ما اتنقلت بمنزلقة هرتفع، هقفل زي ما بعمل اخر جزء، اخر بتلة، هاخد عمود بلفة، وبعدين عمود بلفتين، 2 سلسلة، 3 سلسلة، اخد غرزة بيكو، هقفلها بمنزلقة، وبعدين هروح للغرزة اللي بعدها، هاخد عمود بلفتين، عمود بلفة، 2 سلسلة، وفي اخر غرزة هاخد منزلقة. هنا انا هعمل طبقة تانية، هعمل طبقة تانية للوردة ورا الطبقة دي، فهرتفع 1 2 3 سلسلة. انا هنا كنت سايبة غرزة في النص، هدخل في الغرزة بتاعة المنزلقة اللي في النص واخد منزلقة،
وبعدين 3 سلسلة، وهاجي في الغرزة اللي في النص من قدام اخد منزلقة، وبعدين 3 سلسلة، هفتح كده وادخل في الغرزة المنزلقة اللي في النص اخد منزلقة، وهكذا اكمل كده لغاية اخر السطر. ممكن كمان اللي مش عارف يعمل السلاسل ناخد 3 سلسلة لقدام كده، ويجي من قدام هنا يدخل ياخد منزلقة، وبعد كده نطلع الفرع لقدام، نكمل السلاسل لغاية الآخر ونرجع. بعد ما خلصنا آخر مجموعة من السلاسل وصلنا هنا لأول سلسلة، هندخل ناخد منزلقة، وبعدين هنرتفع جوه السلاسل، هنرتفع 2 سلسلة بمثابة نص عمود، وبعدين ناخد عمود بلفة، وبعدين هناخد عمود بلفتين، نفس البتلة اللي احنا كنا بنعملها هنعملها ورا، عمود بلفتين، 3 سلسلة بتاعت غرزة البيكو، وبعدين هنقفلها بمنزلقة وندخل ناخد عمود بلفتين، جوه السلاسل وبعدين عمود بلفة، نص عمود، وبعدين نتنقل بمنزلقة لمجموعة السلاسل اللي بعدها، ناخد بتلة جديدة عبارة عن 2 سلسلة نص عمود، عمود بلفة، عمود بلفتين، غرزة بيكو، عمود بلفتين في نفس السلاسل، عمود بلفة، نص عمود، ونتنقل للسلاسل اللي بعدها بغرزة منزلقة، وهكذا نص عمود، عمود بلفة، عمود بلفتين، غرزة بيكو، غرزة بيكو. ممكن نكبر، بدل ما نعمل عمود بلفتين نعمل عمود ب3 لفات، ونكبر الورقة اللي ورا، بس هي كده يعني معقولة يعني. وبعدين نص عمود ونتنقل بمنزلقة، ده هيبقى شكلها. نكمل السطر ونرجع. بعد ما نخلص البتلات هنقفل بمنزلقة في أول سلسلة ارتفعنا بيها. دلوقتي الفرع بتاع الورقة، فرع الشجرة ده، هنعمل حلقة، هناخد 10 سلسلة، واحد، 2 3 4 5 6 7 8 9 10. السلسلة عندنا فيها حرفين، ولما نلفها كده يبقى فيها جزء من ورا، جزء منتفخ كده من ورا، هو ده اللي هندخل فيه، هناخد منزلقة، هنمشي على كل الحرف ده بمنزلقة لغاية أول سلسلة. آخر واحدة،
هنرتفع سلسلة وهنلف السلاسل كده، هنلف لفة على الإبرة وناخد في أول غرزة. قبل ما ناخد في أول غرزة عشان أثبت علشان أثبت الورقة شوية، فأنا هحط زي سلكة كده وهشتغل جواه، هلف لفة على الإبرة وهدخل في أول غرزة، أخد غرزة نص عمود، هلف لفة على الإبرة، وفي تاني غرزة هدخل أخد غرزة عمود بلفة، هلف لفتين وهدخل أخد 4 غرز متتالية عمود بلفتين. أدي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. يبقى أنا أخدت غرزة نص عمود، نص عمود، عمود بلفة، 4 عمود بلفتين. بعد كده هاخد عمود بلفة في الغرزة اللي بعدها، وبعدين غرزة نص عمود، هطلع من 3 لفات، هيتبقى عندي غرزة واحدة. الغرزة اللي باقية دي انا هلفها، هاخد فيها غرزة نص عمود، هاخد فيها 3 غرز. اول غرزة هتبقى نص عمود، بعد كده في نفس الغرزة عمود بلفة، هطلع من لفتين وهطلع من لفتين. بعد العمود بلفة اخد غرزة بيكو من 2 سلسلة، وبعدين هقفل بمنزلقة في الفرعين بتوع الغرزة. بعد كده هدخل اخد غرزة نص عمود في نفس الغرزة، تمام. هحاول ان انا اظبط السلك عشان هرجع عليه على الجنب التاني. بعد ما اخدنا غرزة نص عمود في نفس الغرزة، هلف لفة على الابرة، وفي اول غرزة جاية هدخل اخد غرزة نص عمود، وبعدين غرزة عمود بلفة في تاني غرزة، وبعدين هلف لفتين على الابرة وهاخد 4 غرز متتالية عمود بلفتين. ادي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، وبعدين عمود بلفة، وبعدين غرزة نص عمود، بعدين في أول غرزة حشو هاخد منزلقة، الغرزة اللي احنا طالعين بيها لعند السلاسل، هاخد منزلقة، هاخد سلسلة وهقص الخيط.
هاجي هنا. هلف، هحاول ان انا الف الخيط على السلك جزء منه كده. هفتح السلكتين على بعض وهدخل الخيوط دي وهلف الخيط. وهقص الخيط. ده كده شكل الورقة الفرع اللي احنا هنستخدمه. اجي هنا للجزء بتاع تركيب الورقة من ورا بتاع تركيب الساق. اجي هنا في الفتحة اللي كانت قافلين بيها هندخل الساق كده لغاية ما توصل للجزء اللي هو اللي فوق ده. هناخد كده المقاس لغاية هنا وهنيجي هنا هنحط بمسدس الشمع بداية ما هبدأ ألف الخيط. هجيب الخيط وهبدأ إن أنا ألفه على نفس المكان. هبدأ ألف وأنا نازلة عشان يبقى الساق بنفس اللون بتاع الورق ونفس اللون بتاع الظهر. هنلف بالخيط نلف جزء كده لغاية ما نوصل لارتفاع معين عشان نبدأ نحط الورق. بعد ما نلف الخيط على مسافة معينة هنيجي هنا عايزين ناخد الفرع بتاع الورقة هنميله كده ونبدأ نلفه مع الساق. هنكمل لف كده شوية، ممكن نحط الفرع التاني معاه على طول وممكن نسيب مسافة بين الفرعين. هاجي هنا ده ظهر الفرع وده الوش. اللي فيه الخطوط المايلة دي ده الوش. بعد مسافة معينة هاجي احطهم في وشهم في وش بعض كده وابدأ ألف
هكمل لف الساق للآخر بالخيط. بعد كل فترة كده ممكن نحط شمعة او ما نحطش، يعني هي ثابتة، بس اهم حاجة ان احنا نثبتها في الآخر. هظبط الفرعين واكمل اللف للآخر وارجع. قبل ما نوصل لنهاية الفرع هنحط بمسدس الشمع عشان الخيط في الآخر ما يفكش. هنيجي هنا هنحط على الحرف بتاعه، بتاع الساق. احنا كنا دخلنا من هنا ده كده شكل الوردة بعد ما خلصت. ده من ورا، في بيثبتوا الساق من هنا، بس انا بفضلها ان هي تبقى واقفة من هنا، يعني هو في بيثبتوا الساق من هنا بدل دي، يعني بيجوا كده يحطوا الساق دي هنا بعد كده بيلزقوها بالساق. دي الوردة بتاعتنا، واتمنى ان هي الفيديو يكون عجبكم، وشكرا على المتابعة. دي كده الوردة بتاعتي اللي انا عملتها معاكم. انا عملت هنا من ورا 3 سلسلة، الوردة دي طلعت اكبر لان انا عملت من هنا ورا عملت 4 سلسلة. اللي عايز حجمها يكبر يا اما يزود الفروع بتاعت البدلات زي ما قلتلكو، يا اما نزود السلاسل فهتبقى واسعة شوية فبتدي حجم اكبر شوية.